تصوير. والله من النهارده الازهار احنا جايين الصبح محملين وطالعين من الموقف زي الفل. فوجئنا ان ناس زمايلنا اتصلت علينا بالتليفون في زياده في زياده. دخلت المحطه بتاع الجيش، المصدر الوحيد اللي هو ما يقدر يقول لي ده اشاعه ولا مش اشاعه. قبل ما اخش من بوابه العسكري قال لي وصل الصورة 3 جنيه 65 قرش. جهاز المركز التعبئه العام والمحصر في البيان بتاعه قال ان التوقع ان الاجره ان شاء الله هتبقى ب 60 جنيه رسمي في للمنيا القاهره او جده للمنيا. يا طبعا تكفي الجاز والبنزين يعني ده انت شايف ان هي زياده معقوله؟ لا مش زياده معقوله على 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 الاسعار ديت كده. احنا مش هتجازي معانا. المشكله مش في الزياده، المشكله ان احنا الزيت غالي وده غالي وبرضك بندفع كارتات هنا وفلوس هنا، وزي ما انت شايف حضرتك بنيجي من الفجر ربنا ما بتروحش الا بعد العشاء. جهاز المركز التعبئه والاحصاء اصدر النهارده تصريحات وبيان قال في ان اجره بني سويف القاهره هتبقى ب 25 جنيه بدل من 20 جنيه. والله هو حلو كويس 25 معقوله بالظروف بقى، مش هي بس هي المشكله الزبون بيتعامل معانا انها جاز بس، انما ما بيتعاملش معانا كوتش، ما بيتعاملش معانا زياده. ايوه الزياده 5 جنيه على الفرد دي مش هتفرق معاك؟ لا هي هتفرق يعني، خلينا يعني هتفرق مع الزبون. انا مش عايز ازيد. عايز تفضل 20؟ مش هيبقى عندك مشكلة ده. لا عايز تفضل 18 جنيه، وزيت ما يرفعش ولا البنزين يرفع ولا ده يرفع.